سعد مساكم. الحالة الثانية من منظور كرسي. السؤال: ارسم منظور كرسي قاعدته مربع 5 × 5 سنت يمس اللوحة، يقع على يمين محور النظر، يبعد عنه 7 سنت. ارتفاع الكرسي العام 9 سنت. ارتفاع الجلسي مع السماكي 5 سنت، السماكي 1 سنت. المسند يقع من جهة اليمين، سمكته 1 سنت، ارتفاعه 4 سنت. راح نبدأ بالحل. مثل كل مرة راح نطلع منظور المسقط. طبعا راح سرع الخطوات لأنه صار تقريبا الكل يعرفها. مدد، شرد. هون راح اسمي الشكل ألف ب جيم دال. دال وجيم على خط اللوحة، فاني راح يكونوا على خط الأرض. منظورة دال فتحة، جيم فتحة. يبقى عند النقطة ب أو ألف بدي طلع منظورة. بشرد، بوصل ب مع عين الناظر، نقطة التقاطع برفع منها عمود. ب فتحة، اسحب خط أفقي، بحصل على ألف فتحة. نفس الطريقة بالنسبة للمساقط، مددنا شردنا لأحصل على الاتجاه. الخطوة اللي بعدها نجي على الزاوية المقابلة للنقطة، مثلا دال بالقائم، بشردها مرفع عمود. اسحب خط أفقي، كون حصلت على القائمتين القريبين. نفس الخطوات، النقطة اللي تحت ب برفع عمود. اسحب خط افقي، هيك حصلت على القوائم البعيدة. ارتفاع الكرسي 9 سنت. طبعا الارتفاع بدي اخده على طول من نقطة التقاء خط التمديد مع الارض، يعني الارتفاع بتكون عند خط الارض. الارتفاع 9 سنت. طبعا هذا الارتفاع العام، خدت 9 سنت. ارتفاع الجلسي 5 سنت، ناخد 1 سنت سماكتها. انا راح ابدأ اول شي بالجلسي. هي مثل منظور طاولة، يعني الكرسي من غير مسند مثل الطاولة. شردته، باخد ارتفاع بس من ب، من ألف عفوا. نفس المبدأ بالنسبة لجيم، باخذ الارتفاع منه واللي هو 5، حدد عليه مقدار السماكي.
هاي سمكة الكرسي. الخطوة اللي بعدها راح شرد ارتفاع 5 سنت، برفع من ب فتحة، هلا ممكن شرد السمكة. اسحب خطه فوقه، القوائم مجرد رفع أعمدة خاصة بعد ما تحقق معي. لازم نبدأ بالقوائم القريبة لأنه ممكن تكون عم تغطي القوائم البعيدة. ما شايفين نفس الكرسي. بالنسبة للمسند راح طالع منظور قاعدي، راح يكون هو مكانه هون، بدي ارفعه لفوق، بشرد طلع معي مكان المسند. هلا بدي ارفع اعمدة، ارفع عمود من هون، او عفوا بشرد الارتفاع العام لحدد الطرف النهائي. هلا هون لازم كمان اخذ 9 سنت، طبعا بما انه عند خط الارض، او بما انه انا عندي هون 9 سنت، بسحب بس خط افقي. وهلا ممكن ارفع هون، هاي طلعت الواجهة الامامية للمسند. هلا بشرده، نفس الاستقامة. هاي نكون غمقنا الكرسي، هذا هو الكرسي. مثل ما شايفين الواجهة الجانبية هون في طرف القائمة اللي بعيدي راح أغمق أكتر. الواجهة الأمامية أو الواجهة الثانية هي هون وهون،
بس هيكون مخفي. الأفقية هي هون. أوه.